الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد وحصاد الأهلي. الصراحة عايز أبدأ كلامي مع حضراتكم بموضوع الجماهير، الجمهور اللي ابتدى يتوافد بكثرة على منافس البيع للتذاكر، جمهور حابب متعطش إنه يرجع للمدرجات مرة تانية. مصر في مواجهة مهمة جدا، مواجهة قد تكون مصيرية في حلم الوصول لكأس العالم. بقى لنا 27 سنة حلم وأمال ودعاء 100 مليون مصري أن مصر تتأهل لكأس العالم. مواجهة الكونغو مواجهة ما هيش سهلة، فرقة الكونغو ما هيش من الفرق اللي خلاص ممكن تيجي تشيل 4 و5 و6 الكلام اللي كان بيتقال زمان، ولكن برضو احنا لينا اليد العليا. ولكن منتخب مصر يحتاج للجمهور، الجمهور هو العامل الفاصل. الجمهور النادي الأهلي، هربط حضراتكم بماتش الأهلي والترجي، وجمهور النادي الأهلي لما راح إلى ملعب رادس والفارق اللي استطاع أن هو يرجح الكفة للنادي الأهلي بسبب وجود الجمهور. جمهور النادي الأهلي هو دائما وأبدا لعيب رقم واحد، دائما وأبدا محرك الرئيسي لفرقة النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي هو اللي بيحفز اللعيب وبيخليه يطلع أكثر طاقاته بحيث أن هو يقدر يكافح لغاية آخر ثانية والدقيقة 90 والأهداف اللي كانت النادي الأهلي دائما بيحسم فيها الأمور في اللحظات الأخيرة، وأيضا في ماتشات منتخب مصر وحضراتكم تتذكروا ماتش الجزائر. اللقاء كان من اللقاءات المهمة جدا، عمرو زكي جاب جون في أول ثلاث دقائق والهدف ليه عماد نتع في الدقيقة 91. الأمور لما الجمهور بيبقى موجود في المدرجات الأوضاع كلها بتختلف، وبرضه بنطلب من المسؤولين عودة الجمهور مرة تانية للمدرجات. هترجع كفة الكرة المصرية في مكانها الطبيعي، وضعها الطبيعي. كل ما الجمهور يبقى في المدرجات كل ما الدنيا هتمشي في المسار اللي انت يعني منتظره، من ناحية التسويقية، من ناحية السياسية، من ناحية السياحية، من كل النواحي. ده غير الجانب الرياضي، لان انت بتقدم منتج، المنتج ده بيتفرج عليه متفرج، المتفرج بيدعم الفرقة، بيدعم الفرقة عشان تكسب، بيدعم الفرقة عشان يستمتع، بيدعم الفرقة عشان تحقق الهدف وتحقق النتائج وتصل الى الاهداف اللي هي بتسعى اليها. ان شاء الله يبقى لقاء مهم جدا، وبنفس الوقت منتخب مصر يحقق فيه الفوز. في بعض الامور والجوانب الفنيه هنتكلم عليها في اخبارنا، ولكن احنا الدخله دائما بتبقى رايحه للجمهور. برضو لو حضراتكم تتذكروا دخول نادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي لمدرجات التتش والتمرينه اللي حضروها والاهازيج قد المنظر، مفيش منظر اجمل من كده. حتى والملعب فاضي مفيش لعيبه، ولكن بوجود الجمهور الشكل على اعلى مستوى. الصيحات والاغاني والكلام التحفيزي للاعيبه النادي الاهلي راحوا كسبوا الترجي، فده كان العامل الفاصل ما بين المواضيع. وهرجع واقول الجمهور لازم يرجع مره ثانيه للمدرجات حتى تعود الحياه الى طبيعتها. جمهور النادي الاهلي يصنع الفارق، وان شاء الله يكون جمهور مصر اللي متواجد في ملعب برج العرب يكون هو العامل الفارق ايضا لمنتخب مصر. كل الامنيات لمنتخبنا المصري. في خبر اخر مهم، وهو رفض اللجنه الاولمبيه لطعن المقدم النادي الاهلي. وفي بقى شق من الشق القانوني، ان في مرحله اخرى وهي مرحله اللجنه الثلاثيه والتسويه والتحكيم في لجنه فض المنازعات، والكلام كتير بهذا الموضوع. المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه طلع بتصريح انه رافض الطعن وان اللائحه الاسترشاديه هي اللي هتطبق على النادي الاهلي. في جانب اخر بيتحدث من الناحيه القانونيه ان هذا الامر خلاص، موضوع ان الامر يقعد كده بمعنى الطبيعي قعده عرب ويتم الالتجاء الى حكم، لا ده مش خلاص هيحصل كده، هنروح للتحكيم. التحكيم هو الشق الموضوعي، الشق المستعجل هو اللي رفض الامور. ودلوقتي هنخش في الشق الموضوعي، والشق الموضوعي هو هيخش فيه بعض من المحكمين، محكم يختاره النادي الاهلي ومحكم هتختاره اللجنه الاولمبيه. ومن ناحيه هنا والمحكم اللي هنا والمحكم اللي هنا ينقوا محكم مرجح في اللجنه الثلاثيه. احنا معنا على الهاتف سياده المحامي وائل عوض احد اعضاء الجمعيه العموميه. استاذ وائل عوض احد اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازيك يا كابتن محمد، عامل ايه؟ ازي حضرتك يا استاذ وائل؟ كويس يا فندم الحمد لله. سعيد بوجود حضرتك معايا. وحضرتك احنا محتاجين نفهم رد الفعل من اللجنه الاولمبيه
الطعن اللي كان قدمه مجلس اداره النادي الاهلي لالغاء اللائحه الاسترشاديه وتطبيق لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. طيب انت حضرتك يعني عشان السؤال حضرتك كده بيحتمل شقين، هل حضرتك بتتكلم على مركز التسويه ولا على الطعن اللي قدم فيه القضاء الاداري؟ لا انا بتكلم الاول على اللجنه الاولمبيه بمركز التسويه وبعد كده هسال حضرتك في موضوع القضاء الاداري. مركز التسويه، مركز التسويه، وانا الحقيقه يعني انا ما زلت بتساءل ليه الخلط بين الامور وليه يعني تزييف الحقائق او وضع الحقيقه القانونيه في صوره غير صورتها الحقيقيه. كل يعني الموضوع ان لما حضرتك بتقدم شكوى في اللجنه في مركز التسويه بيتم عرض هذه الشكوى على ما يسمى بالتوفيق او لجنه للتوفيق او شخص للتوفيق. ده بيعمل ايه؟ انا خلي بال حضرتك انا بتكلم ببسط الامور عشان المشاهد عشان المستمع او المشاهد يقدر يوصل للحقيقه بسرعه. شخص بيتم تعيينه، وطبعا كلمه تعيينه دي هحط عليها كذا علامه استفهام، لان يسال السيد المهندس هشام حطب هو مين اللي بيعين الشخص ده، انما ما علينا. هذا الشخص بيتم بيستدعي طرفين الشكوى اللي هم النادي الاهلي واللجنه الاولمبيه. نعم. من الطبيعي ان كل طرف بيتمسك بوجهه نظره. النادي الاهلي متمسك بوجهه نظره، اللجنه الاولمبيه بتتمسك بوجهه نظرها. زي ما حضرتك تفضلت في المقدمه وقلت قاعده يعني قاعده عرب بيتم توفيق وجهات النظر. طيب اذا لم يتم توفيق وجهات النظر ايه اللي بيحصل؟ بيحال الملف اهو بتاني بيحال او بتحال الشكوى الى التحكيم. زي ما حضرتك تفضلت وقلت كل طرف بيختار محكم وفي محكم ثالث، وهنا بينظر الموضوع قانونا. اللي هو الاستناد النادي الاهلي كان على الشق القانوني البحث، واللجنه الاولمبيه بتتكلم على بعض التلميحات من او توجيهات من رئيس اللجنه الاولمبيه. بس انا برضو هرجع تاني مع حضرتك منذ البدايه. اذا الرفض الطبيعي المبدئي من اللجنه الاولمبيه هو رفض روتيني يعني اكيد. معلش بدون قطع كلام حضرتك. يعني في مصطلحات قانونيه لازم نكون فيها يعني نتحرى فيها الدقه. رفض ما فيش رفض، كل طرف بيتمسك بوجهه نظره. إذا تاني بتحال الشكوى عشان تعرض على الايه؟ على التحكيم. طيب السؤال التوفيق ده اتعمل ليه؟ التوفيق ده اتعمل للحد من يعني لو كان في أمل إن الطرفين يتوافقوا على حل معين أو على طردية معينة يبقى إذا تحل في هذه المرحلة. هتبقى مش محتاجة إن هي تروح التحكيم. أما وإن الطرفين كل طرف رفض الحل وتشبث بوجهة نظره وان هو الصح في الموضوع، فاذا اللجنة هنقول عليها لجنة بتحلها الى التحكيم. فده وضع طبيعي. انا هشبهه بحاجة برضو السادة القانونيين هيقدروا يستوعبوها بسرعة. حضرتك لما بنيجي يعني في دعوة بنيجي نصحح أمام القضاء الإداري بنسبقها بخطوة لجنة فض المنازعات. بيعرض الموضوع على لجنة فض المنازعات، قد يحلف لجنة فض المنازعات، فإذا لا نثقل كاهل القضاء بقضايا أكثر ما هو مثقل بيها. فده شيء مشابه، هو غرضه غرض لجنة التوفيق دي أو التوفيق دوت هو محاولة حل النزاع بين الطرفين دون الوصول إلى لجنة التحكيم. بس أستاذ وائل يعني كل الشواهد اللي كانت تسبق هذا المشهد إنها كانت تبين إنها هتذهب للتحكيم، خلينا نبقى برضو موضوعيين. فهي خطوة روتينية. إذن هي خطوة روتينية كده كده الموضوع هيتحول إلى مرحلة التحكيم. ف للاسف انا بس بحاول لان في على بعض وسائل طبعا السوشيال ميديا وايضا على
المواقع ان رفض طعن النادي الاهلي من قبل اللجنه الاولمبيه، فاحنا بنحاول نستفهم لان برضو للاسف احنا مش كلنا فاهمين في القوانين يا استاذ وائل. ففي نفس فكنا بس كنت حابب حتى استفيد وان انا اقول ان كلمه رفض وحضرتك ترد عليا بحيث ان حتى المشاهد يفهم ان موضوع الرفض ده لا هو ده اجراء روتيني وهو ما فيش رفض، ده موضوع توفيقي. انا بس ايه بستفيد واحده واحده. والله يا كابتن محمد انا من ساعه ما اطلعت على الخبر في المواقع وانا بتساءل طب ايه الهدف من صياغه هذا الخبر بهذه الطريقه؟ يعني 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 عشان عشان يبقى ليه يعني صدى يعني. يا استاذ وائل هو ايه الهدف؟ نوصل للناس معلومه غير صحيحه. ده حقيقي وهقول لحضرتك حاجه هضيف لحضرتك وايه الهدف من ان انا اخش مع النادي الاهلي في هذا يعني الخلاف مع الدنيا باينه في القوانين يعني هو من الاول يعني. طالما ان احنا هنحتكم للقانون يبقى اذا القانون هو اللي هيتسيد الموقف، لا في طرف عن طرف يعني هيبقى ليه ابر هاند او يد عليا، القانون يسود الجميع وهو الحاكم بين الطرفين. استاذ وائل هاخد حضرتك بقى خلاص، احنا خلصنا موضوع التوفيق وهذهب مره اخرى للموضوع الاخر وهو موضوع التحكيم. اذا النادي الاهلي هيختار محكم ويعني هيتم عرض مثلا لائحه تضم بعض الاسامي للمحكمين، النادي الاهلي هيختار منهم واحد ولا النادي الاهلي هيختار محكم من قبل نفسه؟ هو في المركز عنده قائمه بالمحكمين، كل طرف هيختار المحكم اللي يشعر ان هو يعني ممكن يتبنى وجهه نظره. وخلي بال حضرتك كل محكم مش محامي عن الطرف اللي اختاره. نعم يعني فقط محكم. يعني انا اخترت محكم ده مش محامي عني، لا ده يعني بيحاول ان هو يتشرح له وجهه النظر يا يؤمن بيها او ما يؤمنش بيها عشان برضو الناس تبقى فاهمه. طيب. انما انا برضو بقول حاجه ولازم يعني تبقى واضحه للناس. التحكيم ان شاء الله يسوده او يعني يشرف عليه ساده قضاه اجلاء، يعني احنا دايما بنثق في قضائنا، فلذلك الامر هيعرض عليهم بمنتهى الشفافيه وهيبت فيه بمنتهى الشفافيه. والخطوه اللي بعد كده اذا تم لا قدر الله رفض الشكوى المقدمه من النادي الاهلي والطعن عليها امام المحكمه الرياضيه الدوليه. نعم. يبقى اذا ده الاجراءات الطبيعيه اللي الناس لازم تفهمها ببساطه وتفهم ان مش رفض ومش يعني حاجه يعني اترفضت، لا خالص، هي مجرد خطوات قانونيه نزلت في النظام الاساسي لمركز التصوير والتحكيم هيتم اتباعها بدون فلسفه وبدون فزلكه من اي حد وبدون زي ما تقول حضرتك ايه ان احنا نوظف الخبر بطريقه معينه عشان يتفهم بطريقه معينه. طيب استاذ وائل برضو هكمل، اذا بعد اختيار محكم من قبل النادي الاهلي ومن قبل اللجنه الاولمبيه كلا المحكمين هيختاروا محكم مرجح، ده صحيح؟ تمام. تمام. وفي الاخر طبعا المحكم المرجح هو اللي هيرجح كفه يعني الجهه اللي هيتم تطبيق القرار بشانها. هيرجح كفه الكفه اللي هو شايف او متبني او شايف ان هي على سنه صحيح من القانون. طيب استاذ وائل طبعا انا يعني كنت سمعت انا لان انا مش قدامي تلفزيون فسمعت ان في شق مستعجل وشق موضوعي. يا جماعة ده الشق المستعجل والشق الموضوعي ده في القضاء الإداري، دي ما تنطبقش، الألفاظ دي ما تنطبقش على مركز التسوية والتحكيم. دي خطوات حطها النظام الأساسي للمركز بيتم اتباعها، ويعني المفروض إنها لا تستغرق وقت، يعني اللي أنا سمعت برضو خير الله ما جعله خير إنها تستغرق شهر وشهرين. يعني يا جماعة بلاش يعني المسؤول اللي يطلع يقول تصريح يتحرى الدقه فيه لان هذه التصريحات قد طبعه هو شخصيا في برواز يعني مشين اكثر ما هو محطوط فيه. طيب استاذ وائل سريعا في قضيه يوم الاحد في القضاء الاداري من قبل بعض اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي
بالطعن على قرار بقى اللجنة الأولمبية المصرية في تطبيق اللائحة الاسترشادية. سريعا، ايه يعني اخبار هذه الجلسة؟ والله هو انا طبعا يعني مش عايز اقول رأي قانوني فيها، انما دي بعض الساده اعضاء الجمعيه العموميه رفعوا هذه الدعوه ايمانا منهم بان هذا الشق او هذا الامر هو اداري بحت ينطبق عليه او يحق لمجلس الدوله او القضاء الاداري النظر والبت فيه. طبعا البت في هذا الامر طبعا للساده القضاء الاجلاء في محكمه القضاء الاداري، طبعا هي مرفوعه في شق مستعجل. نرجو من الله ان هي يتم البت فيها سريعا قبل فتح باب الترشح للانتخابات ده سريعا يعني. انما رايي القانوني فيها يعني احب احتفظ بيه، لان هي يعني خلاص انت حضرتك شايف حضرتك شايف ان هي خلاص في قبل القضاء، فالقضاء نحن نطلب يعني عشان هي يعني حاجه اداريه بحته مش منازعه رياضيه. استاذ وائل عوض المحامي وعضو جمعيه عموميه بالنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني الواحد ما كانش بيخش في موضوع اللوائح ولا موضوع القوانين ولا الموضوع، الدنيا كانت اسهل من كده، وكان من الوارد ان الامور تحل بشكل افضل من كده. وفي الاول في الاخر انا بعمل كل هذه القوانين عشان ارتقي بمستوى الرياضه المصريه، ولكن الدخول في هذه الخلافات وخلافات من اجل يعني اسباب غريبه وغير مفهومه وغير منطقيه ما هياش هتدي اي حاجه للرياضه المصريه. ويا ريت يعني الواحد بيتمنى ان اداره المؤسسات الرياضيه في مصر تكون افضل من ذلك، لان المواطن المصري منتظر في النهايه ان بلده تمثل بشكل افضل. ولما هتيجي على النادي الاهلي اللي بيفرغ لك افضل ابطال منتخباتك الوطنيه في كل اللعبات، يبقى انت كده بتجني على نفسك بنفسك. اخش في اخبار النادي الاهلي والاستعدادات للاتحاد السكندري. النادي الاهلي هيلعب الاتحاد السكندري يوم 12 اكتوبر المقبل. النادي الاهلي هيلعب ماتش ودي يوم السبت القادم امام اف سي مصر، هنذيعه هنا في قناه النادي الاهلي باذن الله عشان حضراتكم تستمتعوا بيه وتشوفوا كابتن حسام البدري عايز يجهز اللعيبه اللي بعيده الى حد ما عن المشاركه عن المباريات، اللعيبه اللي كانت راجعه من الاصابه عايز يجرب ويعمل تدوير، عشان كابتن حسام البدري عنده لقاء الاتحاد ولقاء الرجاء قبل مواجهه النجم الساحلي يوم 21 في لقاء الاياب من دوري ابطال افريقيا. كابتن حسام البدري برضه هفكر حضراتكم كان مدي راحه للاعيبه النادي الاهلي، استأنف تدريباته اليوم عشان يبتدي يخش في اللقاء السبت، اللقاء الودي يوم السبت المقبل، وعايز يجهز طبعا اسلام محارب، وعندك عمرو بركات، عندك احمد حمودي، عندك لعيبه كتيره من اللعيبه اللي ما بتشاركش بشكل كبير، ميدو جابر، كل اللعيبه، باكا اللاعب الجنوب افريقي، كل هؤلاء اللعيبه الكابتن حسام بدري عايز يدخلهم في قصه. طبعا باكا بيشارك مع منتخب جنوب افريقيا في الجانب الدولي، ولكن هو في ذهنه انه يبتدي يشغل عمليه التدوير، لان القوام الرئيسي اللي لعب كتير في افريقيا من الواضح ان كابتن حسام البدري هيعمل عمليه تدوير في ماتشات الدوري قبل مواجهه النجم الساحلي، لان عندك لعيبه مصابه وعندك لعيبه بتجهز وعندك لعيبه عندها جانب من الاجهاد، فكل هذه الامور في يعني دماغ كابتن حسام البدري. ايضا وليد ازارو المهاجم المغربي عاد من المغرب ويشارك في تدريبات اليوم، والاشعه ثبتت سلامه عبد الله السعيد، هو مش هيواجه الكونغو خلاص يعني تاكد الامر. حتى كنت بتحدث النهارده في استاد الاهلي مع كابتن احمد كشري، ولكن عبد الله السعيد مش هيشارك امام الكونغو، كان من الوارد، كان لسه الامور ما كانتش اعلنت بشكل رسمي، لكن هو خلاص تم الاعلان بشكل رسمي ان هو بعيد عن مشاركه الكونغو، ولكن ان شاء الله يكون جاهز لمواجهه النجم الساحلي. ووجوده حتى في المعسكر هو وحسام عاشور وهم مصابين بيدي دعم ليهم ودعم لزملائهم. ازارو هيرجع اليوم ان شاء الله، هو يعني رجع فجر النهارده يعني خلاص كمان ساعه كده او هيكون وصل الى القاهره، وتعرفين بس معلش احنا بنطلع الحصاد بعد 12 فبتدي ايه دايما هتلاقوني بتلخبط في امس واليوم، فهيبتدي يكون جاهز للمشاركه في تدريبات النادي الاهلي، واعتقد ان الكابتن حسام البدري هيعمل معاه شغل مهم جدا من الناحيه التخصصيه عشان يكون جاهز للتسجيل. ازارو من اللعيبه المهمه جدا، من اللعيبه اللي عندها امكانيات دوليه، من اللعيبه اللي بتفتح مساحات، عنده جانب تكتيكي على اعلى مستوى لكن بينقصه اللمسه الاخيره. وممكن ما تنساش ازارو 21 سنه، ازارو من اللعيبه اللي محتاجه فقط بعض الثقه وهيدي على اعلى مستوى. نروح لموضوع اخر، وهو ان الكابتن حسام البدري برضو عامل برنامج في دماغه للعيبه المصابه،
حتى يبتدي يفكر مين اللي هيبقى مكان. طبعا احمد فتحي غايب عن لقاء النجم، لكن من الوارد انه يلعب في ماتش الاتحاد السكندري. ايضا عندك سعد سمير، عندك اللاعب هشام محمد، عندك عبد الله السعيد، عندك لعيبه كتير جدا. كابتن حسام بدري من الممكن ان هم يديهم راحه في ماتشات الدوري المقبله، ويبتدي يدي اللعيبه الاخرى بعض الفرص عشان يبتدي يستعد للقاء النجم الساحلي بالشكل الامثل باذن الله. نروح لمنتخب مصر مرة تانية، ونروح لماتش الأماني، ماتش الدعوات ال 100 مليون مصري عشان نتأهل لكأس العالم بعد 27 سنة من الغياب. 28 لعيب في تمرين المنتخب اليوم، لعبوا مساء الساعة 6:30 بداية تدريب منتخب مصر كان أجري أمس، وهيكمل التدريبات النهاردة. ومستر كوبر موزع حمل التدريبات. خلينا أقول لحضراتكم أن في 15 لعيب محترف انضموا لقائمة المنتخب، بالإضافة إلى لاعبي الأهلي والزمالك اللي بيشاركوا في الصفة الدولية. أفكر حضراتكم أن أحمد فتحي وشريف إكرامي حسام عاشور من الأهلي، وأيضا صالح جمعة ورامي ربيعة وسعد سمير وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا، عندك من الزمالك أحمد الشناوي وطارق حامد، و هتروح لمحمد فتحي من الاسماعيلي وحسام حسن سموحه، وال15 محترف صلاح والمني ورمضان صبحي واحمد المحمدي وحجازي وكريم حافظ وعمرو جمال وكوكا وسام مرسي وتريزيجيه عبد الشافي والحضري ومصطفى فتحي وكهربا وعمر جابر. مصطفى فتحي وكهربا وعبد الشافي والحضري دول السعوديه، عمر جابر جاي من بازل السويسري. حسام عاشور وكهربا ما شاركوش في التمرين عشان التأهيل من الإصابة، وأيضا نفس الشيء بالنسبة لعبد الله السعيد ومحمد صلاح عمله ومصطفى فتحي بعد التمرين الاستشفائي، ولكن عبد الله السعيد يعني تمرينه كان أقل منهم لحد ما لأن وقع الإصابة. محمد صلاح النجم الكبير نجم ليفربول جاي من رحلة سفر وبيشارك بصفة أساسية مع فريق ليفربول، فمستر هيكتور كوبر بيبتدي يعادل جو الجانب البدني بالنسبة له عشان يديله الحمل المناسب، لأن لعيبة مصر المحترفة اللي بيشارك بصفة أساسية لما يجي يشترك يعني يبتدي يشارك بصفة بقى كبيرة جدا وياخد تمرين حمله قوي هيبقى صعب عليه في الفترة المقبلة. طبعا نتمنى يعني التوفيق. وادي نجمة السباحة فريدة عثمان السباحة المصرية والسمكة المصرية اللي بتمثل مصر في المحافل الدورية، وابتدت تجيب لنا ميداليات، وإن شاء الله تجيب لنا ميدالية أولمبية في طوكيو، أولمبياد طوكيو المقبلة. كانت موجودة في معسكر المنتخب وصورت مع اللعيبة، والصراحة برضو لعيبة منتخب مصر على أي مستوى وعلى أي صعيد لما بتلاقي الدعم من لعيبة السباحة ولعيبة الطايرة ولعيبة الباسكت ولعيبة كل يعني دول واقفين جنب منتخب مصر، لأن حلم كبير جدا كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى. وأنت برضو نفس الشيء على فكرة، محمد صلاح كان عمل تويتية لفريدة لما حققت إنجاز، وده التواصل ما بين الرياضة والرياضيين والروح الرياضية ما بين الرياضة ككل، إن الكل بيدعم كل رياضة، والكل الآن لا يجب أن يقف بخلف منتخب مصر في مواجهة الكونغو. خليني أقول لحضراتكم إن منتخب الكونغو هيجي يوم السبت المقبل إلى الإسكندرية على طائرة خاصة، هيكون معاهم نائب من وزارة الرياضة الكونغولية، عشان الكلام اللي اتقال بقى إن الكونغو هتنسحب والكلام اللي كان بيدار في الفترة الماضية، يعني الناس بعت مندوب رسمي من وزارة الرياضة الكونغولية عشان ينفوا هذا الأمر تماما. منتخب الكونغولي هيكون حاضر، و على تصريحاتهم ان هم هيأدوا مباراه على اعلى صعيد من الكفاءه الفنيه. ايضا تحكي طاقم التحكيم هيصل الجمعه باذن الله، الحكم الجنبي بكاري جسامه، واكد الكابتن علاء عبد العزيز مدير العلاقات العامه في اتحاد الكره ان طاقم التحكيم هيوصل القاهره الاول، وبعد كده هيتوجه الى برج العرب مباشره. ايضا اكمل مع حضراتكم ان مكافئات الفوز على اوغندا منتخب مصر ورئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن المهندس هاني أبو ريدة هيصرف مكافآت الفوز على أوغندا عشان يدي بعض التحفيز للاعيبة منتخب مصر. لكن لاعيبة منتخب مصر بصراحة هو يعني سواء لعيب محترف أو لعيب محلي، مجرد إن هو هيمشي في الشارع هياخد تحفيز على أعلى مستوى، يعني هما الناس حاسة
بالناس، وحتى لما تشوف التعبيرات اللي بتيجي من التصريحات اللي طالعه من اللعيبه، احنا عايزين نفرح الناس، عبد الله السيد يطلع يتكلم يقول لك عايزين نفرح الناس، محمد صلاح بيطلع يتكلم يقول لك احنا عايزين يعني نفرح الناس، كل اللعيبه عايزه تفرح، حاسه بالمسؤوليه، حاسه باحساسها دي. طبعا يعني اللقطه دي بتعبر، كنت بتكلم حتى مع حضراتكم في استاد الاهلي النهارده، ده محتاج ده وده محتاج ده، عبد الله محتاج صالح، عفوا عبد الله محتاج صلاح، وصلاح محتاج عبد الله، وادي دخل معاهم مصطفى فتحي لاعب من اللعيبه الموهوبه برده واحد السفراء المصريه في الكره السعوديه. كل الامنيات لمنتخبنا ان شاء الله قادر انه يعبر مواجهه الكونغو. كوبر مدرب نمطي ولكن حتى الان بيحقق المراد في الكره المصريه. الخبر اللي جاي تقف معاه كتير وتتامل، يعني ايه نموذج؟ يعني ايه لاعب الافضل في العالم؟ مش بس في الملعب ولكن سلوكا. كريستيانو رونالدو واحد من اكتر اللعيبه اللي في العالم بيبقى ليه سفرات استهجان والناس بتحس ان هو متعالي ومغرور، ولكن على الجانب الاخر واحد من اكتر الناس اللي بتعمل ادوار خيريه وبيدعم الفقراء وبيدعم القضايا السياسية حتى في سوريا وفي فلسطين. صراحة كريستيانو رونالدو كل مرة لو انت حتى ما بتحبوش بيعملك حاجة يخليك تحبه، يخليك تحترمه، يخليك تقدره. كريستيانو رونالدو فاز بأربع مرات بالكرة الذهبية. الكرة الذهبية دي أغلى حاجة في العالم، خلينا أقول لحضراتكم أن لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم في بعض الأوقات، يعني انت تعرف مين كريستيانو رونالدو وهو يمثل البرتغال، لكن لو سالتك مين رئيس البرتغال مش هتعرف ترد. نفس الشيء بالنسبه لميسي، هكلمك عن الارجنتين هتقول ليونيل ميسي صاحب خمس مرات الكره الذهبيه، هسالك مين رئيس الارجنتين مش هتعرف. فواحد وصل لهذه المرتبه ووصل لكل الانجازات ديت، انه يتبرع بواحده من كراته الذهبيه لمشروع خيري، حتى رئيس المشروع قال لك انا عمري في حياتي ما شاهدت حد بيفاجئ الناس كلها وبيتبرع بالكرة الذهبية اللي فاز بيها في 2013 مع ريال مدريد. كريستيانو هو نموذج للكفاح، نموذج للإرادة، واحد كان بيمسح الشوارع في البرتغال في ماديرا الجزيرة البرتغالية، ومن عيلة فقيرة جدا، أب كان مدمن، ويعني الدنيا كانت كلها عكس اتجاهه، ولكن بإرادته وبعزيمته وبموهبته غير مجرى العالم، مش مجرى كريستيانو رونالدو فقط. جاب للبرتغال كاس اوروبا، لم تفز البرتغال بلويس فيجو وبايزيديو باي بطولات، ولكن فازت مع كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال، الهداف التاريخي لريال مدريد. لو قعدت اتكلمك على انجازات واحصائيات كريستيانو رونالدو ممكن اخد اسبوع، مش هاخد حلقه واحده. ولكن لما واحد يجي يتبنى قضيه سوريا ويتكلم على اللاجئين السوريين ان انت لازم تدعم اللاجئين السوريين، واحد يتكلم على القضيه الفلسطينيه، واحد بيتكلم على الناس الفقراء في العالم، هو تبرع بهذه الكره الذهبيه الى جمعيه اسمها صناع الامل. الجمعيه دي جمعيه خيريه على مستوى العالم بتقدم الدعم لاطفال العالم اللي بقى عندهم بيعانوا من الفقر، اللي بيعانوا من الحروب، اللي بيعانوا من كل الكلام ده. طب لما اجي كريستيانو رونالدو عرض الكره الذهبيه دي، الكره الذهبيه دي اللي اتحطت في اي مزاد هتجيب لك مليارات، وتاخد الكلام ده كله وتديه للفقراء، اذا انت قيمه كبيره جدا. يعني مع احترامي الكبير لاي لاعب اخر، لما ارى لاعب حتى يعني هو تبرع بحذاء ذهبي قبل كده، الحذاء الذهبي ده لما تاخد جائزه افضل هداف في الدوري الاسباني بتاخد الحذاء الذهبي، وايضا لما تاخد افضل هداف في اوروبا بتاخد الحذاء الذهبي، هو تبرع بالحذاء الذهبي. لكن الكره الذهبيه اللي هي حلم اي لاعب على مستوى العالم، انه يكسب كاس العالم او يكسب او يبقى يعني يكسب الكره الذهبيه. فتخيل بقى لما تعمل كل ده وبعد ما توصل لهذه المكانه تقوم تبرع. صراحه مش لاقي كلام كتير، يعني مش لاقي كلام، عفوا لان في كلام كتير، بس انا مش لاقي معاني توصف قيمه هذا النجم اللي صراحه مواقفه الانسانيه بتبتدي تخليك تحطه في مكانه اكبر، نموذج
انك ازاي تبقى لعيب كوره ناجح. النهارده حتى في استاد الاهلي كنت بتكلم مع حضراتكم بقول لك هو ايه اللي بيخلي لاعب زي كريستيانو رونالدو بعد كل هذه الانجازات انه يصحى الصبح ويكون اول واحد بيوصل للتمرين زي ما زملائه خامس رودريجيز او لوكاس فاسكيز او توني كروس بيقول لك انا لما رحت ريال مدريد انا رايح قبل التمرين بساعه وواحد بقى قاعدين بنص ساعه يقول لك انا كده رايح عشان ابين ان انا ملتزم ابص الاقي كريستيانو بقى له ساعتين عشان كده افضل لاعب في العالم. كريستيانو رونالدو عنده موهبه غير طبيعيه اسمها ميسي مكسره الدنيا ولكن بينزل وبيقاتل وبيطور من نفسه وبيكسب دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد مرتين متتاليتين ويكسب هداف بطوله دوري ابطال اوروبا وياخد افضل لاعب في العالم هو المرشح الاول على فكره انه ياخد جائزه افضل لاعب في العالم هذا الموسم. فكريستيانو رونالدو الصراحه يعني شيء ونموذج غير طبيعي يعني هو حتى لاعب غير طبيعي. فكل الاحترام للدون كريستيانو رونالدو نموذج وعلامه للرياضه العالميه وليس فقط كره القدم. والصراحه افضل شيء انت دلوقتي لما تيجي تذكر البرتغال هتذكر كريستيانو رونالدو. نروح مع حضراتكم كمان النهارده في مواجهه على اعلى مستوى، المواجهه الاولانيه هتكلم كنت لسه بتكلم على دعم كريستيانو رونالدو الى القضيه السوريه، النهارده كل العرب سوريا امام استراليا في اللقاء الذهاب في الملحق الاسيوي، المنتخب السوري تاهل كافضل اربع ثواني عشان يصل الى هذا هذه المباراه، هذا الملحق، المباراه هتلعب في ماليزيا. سوريا للاسف طبعا مش هتقدر تلعب في المباراه في سوريا ولكن سوريا على الرغم من الضغوطات على الرغم ان هم بيلعبوا بره ارضهم ولكن بالعزيمه والاصرار والروح اللي موجوده جوه المنتخب السوري صراحه الحاجه الوحيده اللي وحدت سوريا هي منتخب سوريا لكره القدم. كل الامنيات لنجوم منتخب سوريا، عندك عمر السومه وعندك بقى عبد الله الشامي والعجان وعندك اللعيبه اللي ابتدينا نشوفها في الكره المصريه ان هم يدعموا المنتخب بلادهم ويصنعوا البسمه مش بس لسوريا ولكن لكل العرب، كل العرب وراء سوريا. ايضا في موضوع فنزويلا واورجواي، اورجواي حاطه الارجنتين في حته وحشه جدا، اورجواي عندها 27 نقطه بتاع فنزويلا اخر المجموعه، لو كسبت هتبقى 30 نقطه ولسه الارجنتين هتلاعب بيرو، الارجنتين عندها 24 نقطه، فمن الوارد ان انت قد ترى كاس عالم ولكن بدون الأرجنتين. ده كان آخر خبر معايا النهاردة حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.